لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. طيب نشوف الدجاج الحار بالعسل. راح نحتاج كوب دجاج الجزيرة مكعبات، ربع كوب زيت زيتون، ونص كوب عسل السنبلة، ربع كوب صلصة ثوم حار، نص كوب فراولة، حبة فليفلة حلوة، فلفل أسود وملح حسب الرغبة. وبالنسبة للصلصة راح نحتاج ربع كوب ماء. الوصفة اللي محضرين إياها الشيف هلا يعني وصفة سهلة ما رح تاخذ منكم كثير وقت، وغريبة كنوع من التغيير. دائما احنا بنعرف انه الدجاج بس بنحطه بالصينية، بنحطه بالفرن، بنضيف معاه الخضرة. اليوم الشيف ضايف معاها كمان الفراولة، فيعني وصفة شوي غريبة بس انا متأكدة انه طعمها رح يكون كثير زاكي. خلينا نشوف شو رح يبلش. شوف الفراولة كثير زاكي بالطبيخ للناس اللي مش متعودة عليها بالطبيخ، بس هي كثير زاكية. اللي بشوف انه في فراولة بالموضوع بقول لك انه كيف يعني دجاج وفراولة بالعكس كثير زاكية وطعمها كثير هيك فريش، يعطينا طعم كثير زاكي. تمام شو بدك تبلش؟ طيب هلا هون احنا ما رح نعمل الدجاج. تمام بالسكيورز اللي هم هدول راح ندخل اول واحد. هلا العيدان الخشب احنا حطيناهم بالمي. على اساس انه ما يكسروا معنا جوا المقله. حلو، راح نحط حبتين دجاج، بعدها راح نجيب حبه فراوله. حلو، واحنا عشان نخفف السعرات الحراريه حاولنا انه احنا نستخدم صدور دجاج، قسمناهم بهاي الطريقه اللي زي ما عم تشوفوا المكعبات زي ما عم بحطهم الشيف، وحطيناهم بالاعواد الخشب. طبعا انا تبلت الدجاج قبل ما اشكه بالسكيورز، حطيت معه زيت زيتون، حطيت معه شويه عسل وشويه اللي هي الصلصه الحاره الحلوه. اوكي تمام. حلو. طيب بما انك انت قاعد عم بتحط بالسياخ، خليني اقرا شويه تعليقات وارجع اذكر كل المشاهدين. سؤال حلقتنا لليوم هو ايش الطبق اللي بتعرف انه هو غير صحي ولكن ما بتقدر تتوقف عن تناوله؟ عم بيوصلنا كثير تعليقات انه حلويات، برجر. خلينا نشوف كمان ايش في وصلنا تعليقات جديده. رح يتم اختيار الرابح معنا اليوم، هم رح يكونوا رابحين، رح يتم اختيارهم عشوائيا، فكل اللي عليكم تعملوه انكم تكثفوا من مشاركتكم، مش تكتبوا لنا بس بتعليق واحد، زيدوا من تعليقاتكم واعملوا لايك وشير لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا لليوم. اليوم عندنا جائزتين مقدمين من شركة دار الغذاء. أول جائزة هي بتهم الأطفال أكثر، فلكل السيدات اللي عندها أطفال، هي عبارة عن فيتامينات ومكمل غذائي البيدياجين، هذا للأطفال الانتقائيين أو الأطفال اللي وزنهم قليل. هيك أنت بتكوني عم بتقدمي لطفلك كل الفيتامينات اللي بيحتاجها عن طريق كوب واحد من الحليب يوميا. اما الجائزه الثانيه فهي للكبار. انا كطفل في ريعان شبابي بقدر اخذ هي الاشياء؟ طبعا اكيد. هي مش بس للاطفال، بس هي ممكن انه هي تكون خيار افضل للاطفال اللي ما بياكلوا منيح، وللامهات اللي دائما عندهم قلق بهذا موضوع الاكل، ابني ما اكل، هل هو عنده نقص بالفيتامينات، هل الفيتامينات اللي عم بياخذها او اكله كافي. فهو بياخذ كوب واحد من هاي الحليب اللي هو كمكمل غذائي فيه كل انواع الفيتامينات اللي هو بيحتاجها. الجائزه الثانيه هي عادي اي شخص بيقدر انه يستفيد منها، عباره عن حليب خالي الدسم، شوفان، بالاضافه للمهلبيه اللي احنا اليوم استخدمناها. اكيد المنتجات خاليه من المواد الحافظه، بالاضافه لانها هي خاليه من اي نوع من الحساسيات، يعني ما رح تسبب لنا اي نوع من الحساسيه. لكل الاشخاص او الاطفال اللي عندهم حساسيه جلوتين او غيرها من الحساسيات، فهو هاي الفيتامينات وهذا الحليب خالي من اي نوع من مسببات الحساسيه. والله اسمع منتجات حلوه صراحه ومفيده، يعني انه اي حدا بيقدر ياخذها. يعني كثير كان يوصلنا اسئله انه بيقدر مثلا هذا المكمل الغذائي البيدياجين اللي كنت عم بحكي عنه بيقدروا ياخذوه الكبار حتى اللي حابين انهم يزيدوا وزنهم؟ أوكي. طبعا بيقدروا انهم ياخذوه، ما في اي مشكله. ممتاز. هلا صار وقت نعمل الصوص تبع الدجاج مع الفراوله. ايش حطينا؟ حطينا احنا كوب مي، خليناه شوي يوصل لمرحله الغليان. من بعد حطينا ربع كوب عسل، وراح نحط السويت تشيلي صوص مع الثوم. حلو، بدنا نحركهم. حلو. طيب خليني اقرا شويه تعليقات عم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك. ام اسامه عم تحكي لنا بطاطا جاهزه والبطاطا المقليه، طيب بدل ما تقليها
حطيها بالفرن، اثنيها شرحات وحطيها بالفرن لحتى تخففي السعرات الحراريه تبعتها. ايه بحكي الذنب اقل. طبعا اكيد ما بتحسي بالذنب قد ما بتاكليها لما بتكون مقليه. حاولي انك انت لو بدك تقليها تقليها القلي السطحي او بالماكينه اللي هي بتكون خفيفه وما بتضيفي كميات كبيره من الزيت عليها. في كثير عم بيوصلنا تعليقات يا شيف الكنافه. فكرك ممكن نعمل الكنافه بطريقه صحيه؟ وعملتها. عملتها؟ يس، ان شاء الله الاسبوع الجاي نعملها. اوكي خلص. حلو. الاسبوع الجاي ان شاء الله راح تكون معنا وصفه كنافه كثير صحيه وكثير قويه وما راح تفرق بينها وبين الكنافه اللي بناكلها بالسوق ان شاء الله. يا سلام، خلص هي الشيف انس وعدكم بكنافه لانه كثير عم بيوصلنا تعليقات الكنافه. والبرجر رح ارجع احكي لكم انه احنا عملنا وصفه برجر صحيه بتلاقوها على قناتنا على اليوتيوب، اكتبوا وصفه البرجر الصحيه واكيد رح تلاقوها، رح تلاقوا كل المقادير تبعتها بوصفه خفيفه السعرات الحراريه وما بتحسوا بالذنب لما انتم بتاخذوها. عم بيحكوا لنا كمان الحلويات، لبنى عم تحكي هي كثير بتحب الحلويات ما بتقدر تتوقف عن اكلهم، لارا عم تحكي لنا البرجر والاكل الجاهز بشكل عام. هو اي نوع من انواع الاكل الجاهز اللي احنا عم نشتريها من برا سواء كانت البرجر الشاورما البطاطا احنا بنقدر نعملها بالبيت بسعرات حراريه اقل، واكيد احنا بنكون عارفين شو هي المكونات اللي احنا استخدمناها والزيت انه ما ينقلي فيه اكثر من مره. هذا شيء كثير مهم عشان ما يتعرض للتاكسد، لانه بعد فتره لما بضل الزيت معرض لدرجات حراره عاليه بيتاكسد وبيعود بالضرر على اجسامنا. فاحنا هون بنكون متاكدين انه احنا استخدمنا الزيت مره واحده وتخلصنا منه بعديها، واذا احنا كنا عم نستخدم كميه زيت كثير كبيره يفضل انه احنا نتركه يبرد، اذا حابين نرجع نستخدمه لمره ثانيه نصفيه ونتاكد انه مش ضايل فيه ولا اي شيء، نخليه ليبرد وبعدين نضبه ونرجع نستخدمه لكمان مره بس، فصفي استخدامنا للزيت مرتين مش اكثر من مرتين. بالضبط. طب عندي سؤال، هلا اغلب الناس او الحالات اللي انت بتتعاملي معها بزيت السمنه وهي الاشياء، ايش اكثر شيء بيتعرضوا له كاكل او ايش هم مدمنين عليه وليه؟ هلا مش قصه ادمان، قصه انه ما عندهم وقت انه هم يحضروا الاكل اللي عم بياخذوه معاهم. فانه بيضطروا انك انت لما بتجوع بطل الواحد قادر يسيطر على حاله، فبيضطر انه يلجا للاشياء الغير صحيه والاشياء الجاهزه اللي سهل انه هو ياخذها او يتناولها يعني، فما في اسهل منها. ارن على الدليفري ووصي. انا بتصير معي هاي الحاله انه ما بكون عندي وقت اعمل اكلي فباكل اي شيء بالشارع بس ما بروح لاي شيء. يعني بس هلا شوف صار في كثير كمان صار في كثير اماكن، يعني احنا بالعياده بنبعث وجبات صحيه للاشخاص بيوصلك على باب بيتك او لشغلك. حلو. حسب انت يعني، ومش بالضروره انه انا مثلا اذا بفطر بالبيت بقدر اني بس اطلب وجبه الغداء انها توصلني على شغلي على اساس انه انا ما اضطر اني اخبص اشياء او اكل اكل جاهز من برا، واضلني ضمن نظام غذائي صحي. وبرضه الاكل اللي احنا عم نحكي عنه مش انه اكل جاهز، لا عادي ممكن انه يكون طبايخ وممكن يكون كمان برجر وشاورما بس مطبوخين بالطريقه الصحيه. فدائما نحاول انه خياراتنا تكون صحيه وما نلجا للخيارات الجاهزه وعاليه بالسعرات الحراريه وفيها كميه دهون عاليه لحتى ما تعود بالضرر علينا ويكون في عندنا مشاكل لقدام، ضغط وكوليسترول وغيرها من الامراض. هاي والله مشاكل كثير عم تنتشر هالايام خاصه بالجيل الصغير. صح. للاسف. طيب هلا احنا هون عندنا الدجاج شبه جاهز. الصوص زي ما بتشوفي بلش يغلي. حلو. تمام. وهي الرغوه هاي سببها العسل. اوكي. وهيك بنتاكد انه عسل السنبله كمان كثير ممتاز. بدنا نحرك فيه لحتى ما يفور معنا ويتسبك مزبوط عشان بعديها نضيفه على الدجاج. حلو. تمام. حنين عم تحكي لنا المقالي كمان بشكل عام. هلا اي شيء حنين تقدر انك انت تعمليه مشوي بالفرن، يعني مش ضروري انك انت تقليه، بس اذا حب انك انت تقليه برجع بقول لك انه قليه القلي السطحي وما تحطي كميه عاليه من الزيت.